نربط الامور ببعض زي ما قال كلام ساترفيلد وكان كاشفا ومهما، وبين كلام وزير الماليه عن الهجره الطوعيه، وبين الكلام عن بناء 3 مدن في غزه، ده خط نقدر نربطه مع بعض فنكتشف ما هي النيه. الحقيقه انا طبعا من الحاجات اللي ازعجتني جدا في هذا الحوار ايضا لما بقول له يعني ما معنى ان تقتلوا اقل، فكره ايه احنا عايزين من اسرائيل ان تمينيمايز كاجوالتيز او انها تقلل انها تعمل العمليات العسكريه تكون دقيقه. قلت له تقللوا يعني الناس تقتل اقل، بدل ما نقتل 100 في العماره نقتل 50 مثلا، فكره القتل اقل. وفكره ان هم لا ينزعجون على الاطلاق من ان امريكا تمول او تدعم إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة، كل السلاح اللي موجود أمريكاني، ويقتل الأطفال ويقتل النساء، ما عندهمش مشكلة أخلاقية، ما عندهمش مشكلة إنسانية، ما عندهمش مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان. كلمونا احنا عن حقوق الإنسان وما يكلموناش على حقوق الإنسان اللي هناك. ده هو مش شايف المشكلة دي، يعني هو مش he cannot perceive المشكلة دي، هو شايفها انه ويرجع يقول دايما جملة اتكررت 70 مرة، حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، حماس هي اللي عملت هذه المشكلة، حماس حماس حماس، اسرائيل اسرائيل. يعني الحقيقة انه كان كاشف فعلا، وانا بشكر كل الناس اللي اهتمت بهذا الحوار لانه حوار سياسي كاشف عن الموقف الامريكي الحقيقي، هذه هي الرؤية الامريكية الحقيقية.